بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أيها الحبل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام أحييكم بأجمل تحية صباحية في صباح هذا اليوم السبت الموافق 13 من شهر 8 لسنة 2016 من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان سيف العرب، أحد أفرع وأذرع المرموم بدانة الدنيا دبي. وهذه المكرمة مكرمة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم بالمنطقة الشرقية ودعمه المستمر لإحياء هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. انطلق بحفظ من الله وتوفيقه الشوط الأول في صباح هذا اليوم، الشوط الخاص باللقاية الابكار. مسافتنا هي 3 كيلومترات، ننطلق بالصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة ونعطيكم الوصف التفصيلي فيما يدور من تنافس وتحديات وإثارة على المقدمة والصدارة. أرهني نسايم، أرهني نسايم تنطلق بالصدارة. أحمد بن سيم بن بطل عامري من يتابع انطلاقة نسايم وهي تنطلق وتندفع منذ البداية بناموس هذا الشوط. شغب تتسلل لمحمد بن سلطان بن رشيد السويدي ومع المركز الثالث الشاهينية لمحمد بن خميس بن شربود الأخيلي، ولكن أرى التسلل لعرين بشعار طارق بن سالم بن حسن الشامسي. بينما إذا انطلقنا مع المركز الخامس، مع المركز الخامس نتابع فهده والشعار أيضا وانطلاقة سعيد بن مفرع بن مطر المسافري. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعين الكرام، ندان الأول، ندان الأول وجولتنا الأولى مع الخمس الأسام المذاعة والمنطلقة والمندفعة بناموس هذا الشوط. والشوط الأول، الشوط الأول ناموس غير، تحدي غير، انطلاقات غير في صباح هذا اليوم. الصدارة والمقدمة وعرين تقتحم مقدمة هذا الشوط. طارق بن سالم بن حسن الشامسي من يتابع، من يتابع انطلاقة عرين وهي تنطلق بالصدارة تدافع عن عريني وناموس هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله. شغب مع المركز الثاني لمحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. الثنتين ابتعدن ابتعاد كلي عن بقية المشاركات. ومع المركز الثالث أرهني الشاهينية لمحمد بن خميس بن شربود الخيلي، تليها أيضا شغب ولكن من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرهناك بشاير لراشد بن محمد بن علي المنصوري والهايلة، تتسلل مع المركز الخامس لعبد الله بن عتيج بن عبيد الرميثي. هذه نتيجتنا، هذا ندانا الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن لنا عودة مع الكوكبة الثنائية، مع الصراع الثنائي على مقدمة هذا الشوط. نتابع شغب، نتابع شغب وعرين، عرين وشغب. ما شاء الله تبارك الله، الأوامر بدت في هذه اللحظات. نتابع الصدارة والمقدمة، عرين 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 على مقدمة هذا الشوط. والشغب قادمة بكل قوة مع التحدي، مع الإثارة في اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة. ناموس الشوط الأول يتجه مع شغب بالفعل، شغب 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 على الصدارة، شغب على المقدمة. محمد بن سلطان بن رشيد السويدي من يتابع، من يتابع انطلاقة شغب قفلت على مجريات هذا الشوط. تهانينا والناموس لمحمد بن سلطان بن رشيد السويدي على فوز شغب بالمركز الأول. لحظات وصولها، لحظات اقترابها من خط النهاية. سلام سلام شغب سلام، لحظات الوصول إلى خط النهاية. تهاني لمحمد بن سلطان بن رشيد. المركز الثاني عرين لطارق بن سالم بن حسن الشامسي. ومع المركز الثالث، هذه لحظات وصول المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام الهائلة، عبد الله بن عتيج بن عبيد الرميد
الحميثي، المركز الرابع تصل فيه نسائي محمد سعيد بن بطي، والمركز الخامس بشاير راشد بن محمد بن علي المنصوري. 4:37 هو توقيت عرين. تهانينا لطارق، تهانينا عفوا لمالك شغم اللي انتزعت المركز في اول اشواط صباح هذا اليوم، محمد بن سلطان بن رشيد السويدي. تهانينا والناموس.